الدكتورة ابتسام زكريا، وهتكلمنا طبعا عن موضوع مهم جدا وهو الـ Art of Managing of Hyperglycemia. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر الدكتورة إناس شلتوت انها شرفت ان انا ابقى في المؤتمر بتاعها، والجمعية والمنظمين للمؤتمر، واشكر شركة نوفارتس انها شرفتني ان انا ابقى المتحدث باسمها. النهارده احنا هنتكلم على البرنسبل الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي والامريكان كوليدج اوف اندوكرينولوجي في جانيوري 2016 طلعوا 13 برنسبل فور تريتمنت او مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. انا عايزه ابين لكم ذيس كونسنسس ونتكلم كانها قصه علاج الديابيتس، مش ديابيتس بس، ده اوبيزيتي، ده ديسليبيديميا، ده هايبرتنشن، ده لايف ستايل. كل الحاجات دي مهمه قوي ان احنا نتكلم على العيان كجلوبال مانجمنت اوف ذيس بيشنت، لان انتوا عارفين ديابيتس از مالتي سيستم ديزيز، والسيفتي للادويه سواء كانت عن طريق الليفر، الكيدني، الكانسر، كل الحاجات دي مهمة ان احنا نتكلم. الحقيقة الكونسنسس او الفاوندنج برينسيبلز اللي الكومبريهنسيف تايب 2 دايابيتس مانجمنت كان جميل قوي، والحقيقة نوفارتس حبت تقدم لنا خدمة ان احنا نقول الكونسنسس، ولسه ريسنتلي يعني ما فاتش عليه 9 شهور. طبعا ده الكونسنسس ستيتمنت اوف ذا امريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي اند امريكان كوليدج اوف اندوكرينولوجي اون ذا كومبريهنسيف تايب 2 دايابيتس مانجمنت الجوريزم ان جانيوري 2016. هو ده اللي احنا هنتكلم عليه، 13 برنسبل انكلودنج اللايف ستايل، الاي 1 سي، البري دايابيتيك مانجمنت، المانجمنت اختيار الدواء اللي هنكتبه في الدايابيتس، الكومباينيشن ثيرابي، الكوست اوف ذا ميديسين اند كومبليكيشنز، وفي الاخر بنقول يعني الملخص اللي هنعمله. هنتكلم على برنسبل ونتكلم عليه. اول برنسبل اللي هو لايف ستايل اوبتمايزيشن او لايف ستايل is essential for all patient with diabetes سواء في الاول او في الاخر. ولما نبدا ندي للعيان دواء مش معنى كده ان احنا فيلير اوف لايف ستايل، لا، ده لازم اللايف ستايل ان كوردينيشن ويز ذا ميديكيشن. مش معنى ان انا ابدا الدواء للسكر معنى ان انا اشيل الدايت او الاكسرسايز او الحاجات. الحقيقه احنا عايزين نتكلم على اللايف ثيرابي، اللايف ستايل ثيرابي مهم قوي. اللايف ستايل ثيرابي انكلودنج نيوتريشن، فيزيكال اكتيفيتي، سليب اورز، بيهيفيورال سبورت اند سموكينج سيسيشن. ذيس از ذا لايف ستايل ثيرابي. يعني لما نيجي نتكلم بعد كده في المانجمنت واقول لك لايف ستايل ثيرابي، ذيس از ذا لايف ستايل ثيرابي، 5 ايتمز، النيوتريشن والفيزيكال اكتيفيتي والسليب، وبنمشي بستراتيفيكيشن، يعني ده لو قدرنا نمشي بيه او الورسنج بنعمل ايه. فالاول حاجه بالنسبه للنيوتريشن لازم مينتين اوبتيمال ويت، في مثلا بيزل بودي ماس اندكس تبقى مثلا اقل من 25 او 25 ل 25 ونص. بعدين كالوريك ريستريكشن وبلانت بيزد دايت زي هاي بولي انساتوريتد اند مونو ساتوريتد فاتي اسيد، وان افويد ترانس فاتي اسيد اند ليميت الساتوريتد فاتي اسيد. لو ما قدرناش او البيشنت ما كانش قادر من نفسه يعمل العمليه دي، يبقى نعمل ستراكشرد كونسلنج ومير ريبليسمنت، وحد يبقى دايما معاه يقول له تاكل ازاي. ده بالنسبه للنيوتريشن. بالنسبه للفيزيكال اكتيفيتي المفروض 150 مينت بير ويك مودريت اكسرسايز، يعني ووكينج اند كلايمبنج ستيرز، وبعدين شويه بشويه بتزود.
يعني اذا ما قدرش بنعمل استراكشر بروجرام ويروح بقى جيم ويروح ما اعرفش ايه والكلام ده. ولو ما ينفعش يبقى محتاج ميديكال ايفالويشن كليرنس اند ميديكال سوبرفيجن. بالنسبه للسليب لازم العيان ينام على الاقل النايت سليب 7 ساعات. لو ما قدرش سيرش فور ذا كوز اوف سليب ابنيا اوبيزيتي وخلاف. بالنسبه للبيهيفير سبورت هيبقى كوميونيكيشن انجيجمنت وسكرين اند مود اوف يعني دي حته بقى بره بيعملوها. ولو ما كانش بيبقى فيه ميديكال هيلث كير وبيهيفيرال ثيرابي. برضه سموكينج سيسيشن لو قدرنا نعمل من نفسنا سموكينج سيسيشن ويل اند جود. لو ما كانش يبقى فيه استراكشر بروجرام وثيرابي فور سموكينج سيسيشن. يبقى ده لما نيجي نتكلم في التريتمنت واكتب لكم لايف ستايل ثيرابي ذيس از ذا لايف ستايل ثيرابي. هنيجي بعد كده للعيان الاوبيز. العيان الاوبيز احنا بنقسمه لاثنين، اوبيز وما عندوش كومبليكيشنز واوبيز وعنده كومبليكيشنز. ودي يعني التيبلز دي جديده وحلوه ولو مشينا عليها حلوه قوي. انا لو عندي عيان اوبيز بس النضاره معلش لو عندي عيان اوبيز ستيب 1 عندي ستيبس ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. ستيب 1 بشوف هل عنده كومبليكيشن ولا ما عندوش كومبليكيشن. عندوش ما عندوش كومبليكيشن اعمل لايف ستايل ثيرابي. هو تخين لكن لا عنده كارديو ميتابوليك بروبلم ولا عنده بايوكيميكال بروبلم بايوميكانيكال بروبلم. يعني ايه بايوميكانيكال؟ يعني اوس ارثرايتس باك بين ني بين هيب بين انكل بين مش قادر. كل دي بايوميكانيكال يعني نتيجه المشكله نتيجه الويت بيرنج. اوكي يبقى انا ما عنديش كومبليكيشنز هعمل لايف ستايل ثيرابي. عندي كومبليكيشن بقسم العيان برضو ده استراتيفيكيشن كل ما امشي كده كل ما يبقى اصعب. يبقى هنا مايلد تو مودريت البيزر متابلت البودي ماس اندكس 25 26 و9 من 10 وده اكتر من 27. ده مايلد مودريت اند سيفير. بعمل ايه؟ كله بياخد لايف ستايل ثيرابي. بعد كده لو انا عندي مايلد بيحصل فيه ساعات ثيرابيوتيك تارجت فور امبروفمنت اوف كومبليكيشن. لازم اصلح الكومبليكيشنز اللي عندي سواء هارت فيلير سواء دايابيتس كيتوسيدوز كل ده بصلحه وفي نفس الوقت بعمل لايف ستايل ثيرابي. وفي فيزيشن بقى يبقى يبدا يديله العلاج بالتدريج ادي ميديكال ثيرابي الى لو فشلت. وطبعا الميديكال ثيرابي هيبدا في المودريت تو مايلد سيفيريتي تو مايلد تو سيفير. بديله 7 ادويه ابروفد في الاف دي اي اللي هي الفنتيرامين والاورليستات واللوركازيرين. في حاجات مش موجوده في مصر والفنتيرامين وتوبيرامات وبعدين ونالتريكسون. كل دي حاجات يعني هي بتشتغل في امريكا موجوده لكن مش موجوده لا او تي سي ولا موجوده بريسكرايبد. لكن في دكاتره معينين هم اللي بيكتبوها ولسه ما طلعوش عليها كلام. انما اللي ابروفد عندنا الاورلي ستات موجود في التيرامين اللي هو بوندراكس متسحب من مصر. الليراجلوتايد 3 ملي جرام اللي هي الساكسندا اللي هي زي الفيكتوزا بس 3 ملي جرام اللي هو جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. ده الوحيد اللي عندنا في مصر لسه ما نزلش ال 3 مللي. يعني بعض دكاتره الغده والنيوتريشن بيدوا 1.8 مع 1.2 ابرتين. ده يبقى لايف ثيرابي. وبعدين ميديكال ثيرابي زي 7. الميديكال ثيرابي بيبدا لو انا عندي اكتر من 27 بودي ماس اندكس. بعد كده لو انا عندي سيفير وما تصلحش كمان على الاورال بضطر ادي سيرجيكال مانجمنت انكلودنج جاستريك باندنج سليف اند باي باس. ده المانجمنت اوف اوبيزيتي ان ذا سكند ستيب او ستيب 2. الستيب 3 لو ما حصليش ان انا ما حققتش التارجت بتاعي في الويت بضطر اعمل انتنسيف ثيرابي سواء في اللايف ستايل بدل ما ياخد 1500 كالوري يدي له 500 بس بدل ما اعمل له اكسرسايز اعمله عنيف. وبعد كده
الجاستريك باندينج بقى والكلام ده لازم يعمل له اكستنسيف مانجمنت فور ويت لوس. كده يبقى احنا اتكلمنا على الاوبيزيتي والاوبيزيتي ويز كومبليكيشنز. هنيجي نتكلم على البري دايابيتك، يعني احنا اتكلمنا بس على الدايابيتك على الاوبيزيتي وقلنا لايف ستايل ثيرابي واكوردنج في كومبليكيشن ولا ما فيش، وندي يا اما لايف ستايل ثيرابي ميديكال ثيرابي اند اند بارياتريك اوبريشنز. نيجي بقى لو انا عندي العيان بري دايابيتك اعمل له ايه؟ الالوجريزم اللي الاي اي سي اي عملتها والاي سي اي قسمت لنا التارجت لثلاث حاجات. اول حاجه تريت الاسوسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك فاكتور اللي هم ديسليبيديميا اند هايبرتنشن، ده البري دايابيتك. والبري دايابيتك قال لك اللي هو مين؟ اللي عنده انتولرانس فاستنج ولا جلوكوز انتولرانس كله ولا ميتابوليك سيندروم، والميتابوليك سيندروم نازل فيها الهايبرتنشن والديسليبيديميا والهايبرجلايسيميا ولسه ما دخلش في الفرانك دايابيتس. هنيجي للتريتمنت الاسيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اللي هو اول واحد ده، هنعمل ايه؟ هنعالج الديسليبيديميا ونعالج الهايبرتنشن، وعندنا اثنين سلايدز بعد كده هنتكلم نقول هنعالجهم ازاي. نيجي بالنسبه للويت لوس ثيرابي واحنا قلناهم اللي هم محطوطين الليجند اهو السبع ابروفد ميديسن مع الجرياتريك ميديسن. حصل وجاه نورموجلايسيميا اوكي بروجرست تو اوفرت دايابيتس هضطر ادي بروسيد تو هايبرجلايسيميا الجوريزم وهنتكلم عليها بعد كده. لو العيان اللي جالي البري دايابيتك عنده السكر اكتر من 100 او البوست بلاندر اكتر من 140 بعمل حاجتين، يا اما اعمل له ويت لوس بروجرام ولو وصل للجلايسيميك نورمال جلايسيميا اوكي، يا اما ادي لو ريسك ميديكيشن ميتفورمين واكرابوز، يا اما لو ما قدرتش اوصل للموضوع ده بدي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست او تيزيديز. ده بالنسبه للبري دايابيتك، ويعني لما تيجي تقول للعيان انت هتاخد علاج سكر وهو بري دايابيتك وسكره الصايم 110 والفاطر 140 هي هاز تو ستاي تو ستارت ميديكيشن سواء ثيرابي بالويت لوس سواء لو ريسك ميديكيشن زي الميتفورمين والاكرابوز، او ان انا ما وصلتش للي انا عايزاه بدي تي زي ديز اور جي ال بي 1 ريسبتور اجونيست. اوكي هنيجي للخطوه الثانيه زي هيموجلوبين اي 1 سي تارجت، وخلي بالكم ان الهيموجلوبين اي 1 سي تارجت should be individualized. يعني مش هقول لازم 6.5 واقعد اعيط ولازم 6.5، لا. يعني ايه؟ يعني انا صحيح ان عندنا من 6.5 ل 7 التارجت بتاعي، يعني ايه 6.5 وليه 7 ومين ده؟ يبقى individualized. مين اللي هخليه اقل من 6.5 او قد 6.5 ومين اللي هخليه اكتر من 6.5؟ اللي اقل من 6.5 او يساوي هيبقى البيشنت وذاوت كونكرنت سيريس إلنس، ما عندوش هارت فيلير، ما عندوش ام اي، ما عندوش سي في اس، مش جرياتريك، ما عندوش ريسك هاي، ما عندوش ريسك اوف هايبوجلايسيميا. ده اللي انزله، وغالبا ده كمان بيبقى التايب 1 دايابيتس. لكن في التايب 2 اللي ما عندهمش سيريس إلنس واللي ما عندهمش ريسك اوف هايبوجلايسيميا انا ممكن انقصه عن 6.5 او اخليه 6.5. مين اللي اخليه اكتر من 6.5 اللي 7؟ البيشنت اللي عنده كونكرنت سيريس إلنس، هارت فيلير، سي في اس، ام اي، رينال بروبلم، او عنده هاي ريسك اوف هايبوجلايسيميا زي العيانين الجرياتريك. هما دول اللي المفروض اخلي السكر. نمرة 4 في البرنسبل بتاع الاي سي سي والاي سي اي ذا تشويس اوف دايابيتيك ثيرابي ماست بي انديفيدوالايزد بيزد اون اتريبيوتس سبيسيفيك تو بوث بيشنت اند ميديكيشن. يعني اشوف البيشنت ده ايه والميديكيشن ده ايه. الميديكيشن زي ما احنا عارفين بالنسبه للميديكيشن بنشوف الافيكاسي كهايبرجلايسيميا ايجنت،
الميكانيزم اوف اكشن، الريسك اوف انديوسينج هايبوغلايسيميا، والريسك اوف ويت جين. ده مهم قوي. في اذر ادفيرس افكتس بقى عند العيان او التوليرابيليتي، الايزي تو يوز علشان العيان يبقى الادهرنس بتاعه كويس، والكوست، والكوست انكلودينج ثمن الدواء وثمن الكومبليكيشنز. وهكلمكم بعد كده ان ثمن الكومبليكيشنز اعنف بكتير من ثمن الدواء. وفي الاخر السيفتي، سيفتي مهمه قوي. اذا كنت انا هحطها نمره واحد على الهارت وعلى الكدني وعلى ليفر ديزيز، يبقى ده how to choose the drug او the hypoglycemic therapy للpatient. وminimize the risk of both severe and non-severe hypoglycemia is a priority. يعني تحترم جدا 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 الدواء اللي ما بيعملكش هايبوغلايسيميا. دي priority، ما يهمنيش الكوست. It is a matter of safety, adherence and cost. ان لما العيان يجيله severe hypoglycemia بيدخل مستشفيات كتير، ممكن يجيله هايبوغلايسيميا يعمل اكسيدنت يدخل مستشفى ويتكسر ومشاكل ويموت، الموت ده ملوش ثمن. وممكن المينتاليتي بتاعته تبقى بايظ، يتاثر معاها في شغله وفي حياته العامه والاجتماعيه. يبقى الهايبوغلايسيميا از ا برايورتي. مين يقول لا؟ بعد كده برضو مينيمايز ذا ريسك اوف ويت جين، ودي مهمه قوي. ات از اولسو ا برايورتي. يبقى هايبوغلايسيميك ريسك از to minimize hypoglycemia is a priority and to minimize weight gain is a priority. ليه برضو؟ لانها بتبقى سيف. وقادر العين لما يلاقي نفسه بيتخن كتير مش هياخد الدواء، هيقول لك انا بتخن من الدواء. والسيف ان هو سيف مش هيعمل له hypoglycemia، وفي نفس الوقت الكوست. انت شفت دلوقتي العلاج بتاع الويت جين، سواء الاورال غالي جدا، سواء البالونه 18,000 و20,000، لسليب 35,000 و40,000، وكل ما ده بقى اللي يقول لك باندوسكوب ومن غير اندوسكوب واوبن ومش عارفه ايه، وكل الحاجات دي الكوست على العيان هيبقى كتير جدا. فشوف بقى الهايبوغلايسيميا كوست قد ايه والويت جين كوست قد ايه. دي كلها برنسبل هم برضو الاجانب اتكلموا عليها علشان يحطوا لنا تشويس اوف ذا هايبوغلايسيميك. The initial، شوف هنا برضو اتكلموا كلام حلو قوي. The initial acquisition cost of medication is only a part of the total. محدش بينكر طبعا ان الدواء الغالي بيتعب العيان، وبنقعد ندور له على سكه ونديله، الشركه تقول لك اديله شريط ومش شريط ومش عارفه ايه، لا هنديله جهاز سكر هديه، بنقعد نغريب حاجات غريبه كده. ها يعني مش هننكر ان الدواء الغالي غالي، لكن في بعض الاحيان العيان بيقول لي مش مهم غالي، المهم ان انا ابقى كويس، المهم ما ينزل ما اقعش في امي ما تقعش من طولها في البيت وهي قاعده لوحدها. واخد بالك؟ يعني الهايبوغلايسيميا دي بتبقى فوبيا، وخصوصا الايام دي بقى الست جوزها مات والعيال اتجوزوا وهي قاعده لوحدها مع خدامه ما بتفهمش حاجه، فالعيال بيبقوا قلقانين عليها جدا. فكل ما تقولي له هديك دواء ما يعملهاش هايبوغلايسيميا هيرتاح اكتر، مش هيبص للكوست على ما انه هيبص للكوست بتاع انشغاله وهو بره. السيفتي والإفكاسي should be given high priority than medical cost. واحنا قلنا الكلام ده ليه؟ الالوجريزم of stratification stratified choice of the therapy initially بنشوف الـ A1C أخباره إيه. لو الـ A1C أكتر أقل من 7.5 بدي مونوثيرابي، 7.5 ل 9 بدي dual therapy، أكتر من يعني 9 مثلا كده لو في سيمتومز بدي، او في ميتابوليك ديرانجمنت بدي انسولين، لو ما فيش بدي تريبل ثيرابي. وده اللي طبعا انتوا عارفين، كلكم عارفين ده ومش جديد، اللايف ستايل ثيرابي فيم 2 اللي هو الخمسه اهم، وبعدين بدي مونو ثيرابي لو انا عندي الاي 1 سي اقل من 7.5 بدي. طبعا الاخضر ده جيب وانت مطمن، اللي هو الميتفورمين الجي ال بي 1 ريسبتور انتاجونست، الاس جي ال تي 2
inhibitor, DPP4 inhibitor, التزيتي with cautions. وطبعا الدكتورة عبير أسهمت وأسهبت كتير في التزيتيز وإنها حاجة كويسة جدا قوي، لكن برضو لازم تدي with cautions، واختيار البيشنت ليك هو اللي هيخلي الدواء كويس. وبعدين سلفينيليوريا آخر حاجة with cautions of weight gain and hypoglycemia. بعد كده لو الانتري A1C كان أكتر من أو يساوي 7.5، بدي ميتفورمين مع أي واحد من الاثنين دول من الكذا واحد. بعد كده لو أنا ما حققتش التارجت بتاعي اللي هو 6.5 لـ7، بضطر أدي تريبل ثيرابي، بدي مثلا ميتفورمين مع تيزيديز مع GLP-1، يعني بدي 3 من بتاع. ما حققتش بضطر أدي بيزل انسولين. وطبعا احنا بندي فرصه للدواء من 2 لـ3 شهور علشان نتاكد ونديله فرصته في العلاج الا لو كان عمل كومبليكيشنز. لو اكثر من 9، اول ما بتبدا اكثر من 9 والعيان ما بيشتكيش، قالك ده انا كنت قاعد في مع اصحابي وهم معاهم جهاز سكر فبعملوا لقيته 400، فجاي مرعوب طبعا وبطل الزاد وبطل ده، ما يترعبش قوي لان اول لسه اول ما جه. ممكن ده اديله ديوال ثيرابي هيتظبط او تريبل ثيرابي هيتظبط. لو ما اتظبطش هضطر ادي انسولين بيزل انسولين وانس مع الاورال، او ادي البريميكس وانس واشوف. في بقى انتنسيفيكيشن اوف الانسولين، يا اما ابدا لو العيان الاي 1 سي بتاعه اقل من 8 ببدا ببيزل توتال دوز من 0.1 ل 0.2 يونت بير كي جي، يعني تقريبا من 6 ل 10 يونت. لو كان اكتر من 8 بدي من 0.2 ل 3، يعني تقريبا 12 وحده ل 18 وانس. وبرده بستنى لما العيان بتشوف الفاستنج وتشوف البوست براندل وتشوف العيان اخباره ايه. لو ما تحققش الجلايسيميك كنترول بتعمل انتنسيفيكيشن بالبرانديال انسولين اللي هو الرابيدلي اكتنج، بندي يا اما بيزل بلس او بيزل بولس. بيزل بلس بندي بيزل مع واحده في الوجبه الاساسيه، او بدي 2 في الوجبتين الاساسيتين، او بدي بيزل بولس يبقى بيزل ومعاه كل ما ناخد اكله ندي انسولين. ده بالنسبة للثيرابي اوف دايابيتس، طبعا كلكم عارفين الثيرابي ده. نيجي بقى لو اتكلمنا انديفيديوالي بروفايل اوف انتي دايابيتك ميديكيشن، ببص على العيان زي ما قلت البرايوريتي ايه؟ هايبوجلايس ريسك اوف هايبوجلايسيميا، لوور ريسك اوف هايبوجلايسيميا، لوور ويت جين، وبعد كده الافيكاسي الرينال بروبلم، هل ليه افكت على الرينال ولا لا؟ هل له افكت على الجاسترو انتستاينال ولا لا؟ هل له افكت على الهارت فيلير ولا الاثيروسكلروزيس ولا البون؟ هنلاقي الاخضر ده سيف، الاورنج جيف ويز كوشس، والاصفر بندي بنقلل الدوز، يعني لازم نعمل دوز. الاصفر انسرتن افكت، مش عارفه يعني انسرتن خلاص. نيجي بقى نشوف مين اللي عندنا يعتبر كويس. لو بصينا على الدي بي بي 4 انهبيتور نيوترال في الهايبوجلايسيميا، ما بيعملش ميجور هايبوجلايسيميا، الويت نيوترال، واذا كان بيقلل شويه يعني كمان في بعض الاحيان بنديه مع جلوكوفاج فبيقلل شويه. الدوز ادجستمنت ما احناش محتاجين الا في لو الجلوميرولار فلتريشن ريت كان اقل من 30 بنعمل دوز ادجستمنت، بندي نص الدوز ما عدا اللينا جليبتين نو دوز ادجستمنت. وبرده الحاجه الحلوه برده للتيزيديز مفيش دوز ادجستمنت، يعني من ضمن نديها حاجه كده للتاكيده بس عشان يتبسطوا. الجاسترو انتستاينال نيوترال ما فيش منها اي مشاكل دي بي بي 4، الاسوسكلوز كرونيفارس ديزيز نيوترال، والبون نيوترال. طبعا قلنا قبل كده دكتور عبير قالت البون بالنسبه للتيزيديز بيعمل اوستيوبوروزيس، يعني الميتفورمين الحاجه الوحيده اللي بتضايقنا
لو كان عنده رينال. بصراحة النفرولوجيست بيكرهوا الميتفورمين جدا، بالرغم ان انا كنت في ميونخ الدور اللي فات ده اللي فات اليوروبيان ستادي اوف دايابيتس، قال لك ان استخسر يبطل الميتفورمين لحد ما بقى 60. بيقول لك انا عايز استفيد من الكارديو بروتكشن بتاعه الميتفورمين، فادى للعيان لاخر لحظه، الا بقى لو نزل اقل من 30 او 15 طبعا ما ينفع. وبعدين بينه وبينكم يعني لو الجي اف ار كان اقل من 15 نو واي الا الانسولين، وتديه بحذر لان الانسولين بيعمل ريسك اوف هايبوجلايسيميا والاكيوميليشن بتاعته. فبندي الريجولار انسولين في دوزس بسيطه جدا جدا جدا، ده بالنسبه للاند ستيج رينال ديزيز. كمان قالوا ايه جماعه اللي بنتكلم عليهم دول، قالوا ان الكومباينيشن ثيرابي از يوزوالي ريكوايرد، بتقلل الدوزس وبتعمل افكتفنس وبتقلل الريسك اوف كومبليكيشن وبتدينا دبل ميكانيزم اوف اكشن، فدي كلها وبتعمل كومبلاينت، العيان بيبقى كومبلاينت لما بياخد حبايه واحده غير لما بياخد خمس حبات او ثلاث حبات. بعدين التريتمنت اوف ريليتد كوموربيديتي، يعني لازم ايه الريليتد كوموربيديتي اللي هي الهايبرتنشن والديسليبيديميا مهمه قوي. السيرابي ماست بي ايفالويتد فريكوينتلي، يعني تقريبا من 2 ل 3 شهور كل شويه نشوف ايه السكر عامل ايه، هيموجلوبين اي 1 سي والفاستنج از ويل از البوست برانديال. البوست برانديال مهم جدا جدا في حالات الام اي. كمان الثيرابيوتيك ريجيمين شود بي سيمبل، والرود بتاعه برضه سيمبل علشان الادفيرنس، عشان العيان يبقى كومبلاينت وياخد العلاج صح، ما ادلوش خمس ادويه وابره بالليل ومش عارفه ايه واستنى منه شغل. انا شفت روشته غريبه قوي من واحد صديقي للاسف، عامل مربعات وانا صورتها لو حد عايز يبقى يشوفها، ست مربعات كده فيها كل الادويه، كل الادويه انتليبيديميك وانسولين وليره ودي بي فيور، كل الادويه موجوده. مش عارف العيان جالي بقى له اربع شهور قال لي ما خدتش ولا دواء، لان بصراحه انا لقيت نفسي عندي اجزخانه وجاي لي طبعا السكر 450. ليه يا ابني؟ قال لي بطلت العلاج كله. يعني والله لو شفتوا الروشيتا 50 دواء وعامل الروشيتا بتاعته كده واربعه اربعه اربعه اربعه، والله والله وانا مصوراها واللي عايز يشوفها ابدها له، بس مش هقول له مين الدكتور اللي عمل كده. فالها الادفيرنس مهم جدا، السمبليسيتي والمود والروت اوف ادمنستريشن مهمه قوي. وبعدين لازم تبقوا عارفين ان الالجوريزم اللي احنا كتبناه ده افري انكلودد افري اف دي اي ابروفد كلاس، لازم يبقى العيان بياخد دواء معتمد مش غير معتمد. نيجي بقى عندنا اخر سلايدز، عندنا انا دوشتكم وزمانكم جعانين اللي هو الاثيروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك فاكتور موديفيكيشن الجوريزم انكلودنج الديسليبيديميا والهايبرتنشن. طبعا في الديسليبيديميا لايف ستايل برضه هتبقى شغاله، والليبيد بانل اسيس اثيروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز بنعمل ايه؟ بنقسمها باستراتيفيكيشن ريسك فاكتور من مايلد لسيفير لهاي. نتكلم بس على اللي يخصنا، الهاي والفيري هاي. الهاي اللي هي سكر بس من غير اي ريسك فاكتور ده بيعتبر هاي ريسك. الفيري هاي ريسك سكر مع كذا ريسك فاكتور، سموكينج اوبيزيتي و و و، يبقى السكر يا هاي يا فيري هاي. وطبعا الامبروفد ستادي اللي عملوها قبل كده دي اميجا ستادي اللي طلعت ان السكر بس ايكوال لفور ريسك فاكتور، وقالوا ان لازم ال LDL ينزل ل 50.